سبب أعمال متر في الطريق. تم إغلاق الشارع هذا لمدة سنة 4 شهور. خسائرنا في السنة هذه تجاوزت 4 مليون ريال، ديون اللي علينا 1,700,000. طابور ما شاء الله تبارك الله، شيل على طابور كما حبيت. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. اولا واخيرا كنت فاعل الشعب السعودي الكريم، تفاعل اخواننا مشاهير السوشيال ميديا.